حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. انا اللي عندي ليك احلى خبر. ايه؟ ايه رايك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكه؟ ينفعوا؟ دول حتى كتير، ده انا ابويا شبك امي بقمع سكر. شبك امك مش شبك بطه؟ ده انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دولا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهادة لله ما فيهاش حاجة تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجة قد ولا ضارب حاجة ولا عامل ايه؟ يلا بطة مش ليك يا مرزوق. بطة ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطة ما بتحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما بتحبنيش الا بطه. دي الحقيقه يا كوتش، بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين انت؟ بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات. دي مؤامرة. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا، ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول اللي مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في البارافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا، مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكالة والأجانس. الله، هو أنت ما قلتلوش يا بركات؟ ما أنا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش إحنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الإم إف بي طبعًا. لسرقة، نصب، احتيال. عيب يا كينج، إحنا ما بنسرقش. أمال ده اسمه إيه؟ تشغيل جمجمة. ومحامي شاطر. بقى كده. بس أنا عايز أفهمك حاجة. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى، ما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي.
ماشي داي. انت ناسي ورانا شغل بكره. صلح بقى يا صاحبي الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت منال صاحبي. ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش احسن الحكومة تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامة بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامة. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقولك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت بس عدى عليها بكره بدري. مين يا عمر؟ بطل بطل بطل. ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ بطل 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 بركاته. ما شفت ايه اللي حصل؟ روح يا كلب. مش فاهم حاجة. مش فاهم يا بركاته. فاهم؟ اشرب في التفاهم يا كلب.
بركات 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 بركات. كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. فك دراعك. امسك يا ولد. شمر شمر. عزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي. يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، المكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه وهو كمان يرتاح. بس مش ده اللي عايزه كينج. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبة. ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. ارفع صوتك يا دين الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص رمايه بقى. واليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره، بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخلص بره بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. أنا عمر ما حد لمس مني شعرة واحدة، لا رضا ولا خصمانية. برا! كلمنا أنا هنا، فين مرزوق؟ راح في 60 داهية. ثلاثة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجة ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكرة شيطان يا أمين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج. كلها حقنتين ثلاثة ويبقى مستني ميعاد الإبرة زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج. كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرج بتقول ايه؟
هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في صغيره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع. مرزوق، رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش شيل معايا كله. على مالك؟ اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟
دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا بركوت. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذه. الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جيار بيه، ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلبات ده. مع السلامه. بس كده هنبيع سمك وميه يا كينج. دي صفقه العمر بالنسبه لي يا حلوه. يا كينج، يا كينج، المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا، وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزارة الزراعة والسيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والسيد مندوب وزارة الخزانة والسيد مندوب الرقابة الإدارية، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ أمين. أيوة كينج. أنا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما أنا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب، عشان المسائل تمشي قانونية. 501,000. 501؟ حد هيزود؟ 502. أيوة يا سادة. 504. 504؟ مين هيزود؟ 506. 506؟ أيوة يا إخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525؟ حد هيزود؟ 525؟ ما حدش عايز يزود؟ 525 مليون. كام؟ مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ ايوه يا فندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمئة ألف. وخمسمئة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معلش، سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. خوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟ شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. الف مبروك يا ملك. We'll be right back.
مش دعوة مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش أنا، مش أنا، وبعدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كتير، دي أوامر الملك، ألف عرضك، ألف عرضك يا مرزوق، أنا مش رجع يا مرزوق، أنا صعب، حل علي يدك يا مرزوق، بلاسي يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حل علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق لا لا مرزوق اوعاك يا مرزوق لا 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 الحمد ولا لا 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 ازازة الويسكي يا بلاسي. يا باشا. ايه 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 يا حياتي من زمان ما شفناش سوا انما النهارده بقى يا حبيبتي يوه ده وقته يا عالم معلش يا حبيبي هزحلقه واجي لك جاي مرزوق ايه اللي جابك يا مرزوق 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 مرزوق
فصل. انا ماليش دعوه يا مرزوق. ماليش دعوه ماليش دعوه. هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرزوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وتنصت. مرزوق قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. المادة 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا
سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمة الغطرين في ماني فاهم حاجة. أنا عايزك تقول لي الكلام من الأول عشان أنا فهمت إيه شوية. هتقف قدام الموثق، هيقول لك أنت فريد، تقول له آه والباقي علينا إحنا. أقول له آه والباقي عليكم أنتم؟ كل حاجة معمول حساب بمنتهى الدقة. أنت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما فلوس الغطرفي بيل يكسبها بعرق جبينه وتروح تستنى في العيلة. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. لا لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شويه. خلاص خليهم 3000، ولا اقول لك 4. لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخواني، انا هلعب معاكم اللعبه دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمه فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. خدتكم بعافيه. السلام عليكم. تعالى ملحفي. سيبيه، خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا، غور في 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داية. الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطري. فيه اتفضل، ادي بطاقتك يا سي فريد. بس كله لهف. لكن في عونك. المهم يعني كل حاجة سبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده، الانسان قدام الحكومة مجموعة اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في ملطة دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الأول؟ حاجاتك إيه يا ابني؟ أنت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا على رأيك.
لازم نطلع الاعلام الشرعي اللي هنحصل بيها التركه. فريد الغضريف. السلام عليكم. تعالى هنا. انت رايح فين؟ لا يا عم يا روح ما بعدك روح، انا عايز اتمتع بشبابي خارج اسوار السجن. السجن ايه واحنا بنلعب؟ ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في ابونتي. تزوير ايه يا استاذ؟ واحنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه، كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما تعطلناش. يلا نشجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقه؟ لا ايوه معايا البطاقه طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ الف مبروك الاعلام الشرعي. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة، الشاري جاهز، ومعادنا معاه بكرة. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه؟ فريد بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يا ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام على خيره الله. السلام عليكم. مبروك. سلام ورحمه الله. ناقصين 30 جنيه. فلوسك كويس. انا عديتهم 3 مرات. ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسهم. لا تكون نقطة. السلام عليكم. عرفتني يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يدى. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكو ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جمجموسي على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي. نكاتك الوكيل. فريد بيه، بلد صغيره زي بلدكو، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهره، هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوه بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشه قبها في القاهره. انا بيتي موجود وتحت امرك وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقهم. شوف انا عن اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيره لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر يعني هرست حالي واروق الاناني
واجهتك على طول. مرة واحدة؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوة شقة هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مفيش دعوة انت. طب بس انا مش فاهمة حاجة خالص. ما انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعة قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانة بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز مني الطلب. ايه عايز؟ قشين سلف؟ قشين انت اخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعة المغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اسكوريلي. فوتك بعافية. مع السلامة يا شعبان. ما تجيبي قبلة ساخنة. يوه يا شعبان. طيب فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده يا شعبان. اهلا 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 سعادة الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجلي الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولد الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولد؟ ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفي بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. هتلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ كترفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي، باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك محمد، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. مبشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. انا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا. اشرب. ما تقدرش تتصور انا سعيدة بيك قد ايه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي
من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده، تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. نظام كده دلوقتي كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس تبقى كل حاجه بتاعتي، الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي، وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيشه ابو زرق بتاعكم دي. نظريه برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره اجيبها لك جاهزه مفروشه بالسرعة دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبمنتهى السرعة. اتفضل. ادي 5000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150000، انا عديتهم 3 مرات.
متشكر. الدار امام. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا هوصل سيادتك. اتفضل. تمام يا فندم. تمام. متشكر. السلام عليكم. العمولة اللي خدتها من الراجل بره 150 ألف جنيه عمولتهم 10% يبقى أنا عايز 15 ألف جنيه دلوقتي. اتفضل. أيوة كده. أيوة كده. مش تبقى قريب وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسرة إيه؟ ده أنا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم أحسن من عينيهم. أنا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه ونثبتهم ما يبقوش ظهراب. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت. ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمره من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحده تهنيك. عشت يا رمرم الله يحفظك. انت عندك ايه الليله؟ لا بقى انا الليله دي تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا ام سيد دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله ايه الحاجات دي كلها يا عبد الجواد؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. امال انا مش قبها؟ ما انا قبها اهو. يعني برضه يا فريد بيه. بقول لك ايه؟ ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 مالناش فيه ده. طوعني كله هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي يا عبد الوهاب انت حسيتني في مصر كده من اربع حيطان. لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيريه، جنينه الحيوانات. متحف زراعي بقى انا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل انت انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاوله دي. يا خلبوس انت. انا جاهز. وانا كمان جاهز. البيل غطريف المليونير العظيم. اموت انا بالعظيم ولا في اللي قبليه؟
بغير بغير. يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ زبونت ايه مليونير؟ مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ ايه اتفضل. ميرسي. اهلا 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 اهلا. خليك في المنطقه الشماليه مفيش منطقه جنوبيه خالص. اهلا اهلا اتفضلي. عبد الله عبدو. ايوه يا صاحبي. نص كيلو كباب واربع ازاز بيره وعلبه سوبر مستورده. حاضر يا صاحبي. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلي. صباح الخير. يا صباح النور. يا اهلا بعود القصب اللي من غير زعزوعه. يا بيت مرحب بالعصعصه. يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. اهلا 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 وسهلا. يا عبد البواب. ايوه يا اصحاب البيت. 3 كيلو كباب خالد ده وإزازة بيرة ساعة وعلبة سجاير سوبر مستوردة وبرطمان مربى خرز البقر. الطلبات جاهزة يا بيه. ايوه ايوه قلي. اهلا وسهلا اتفضلوا. اهلا وسهلا بالمتختة اتفضلوا. مش هتعرفوا تتصرفهم؟ اهو ده اللي حصل. اتصرف. انا هتصرف. يعني مؤاخذة انت تستقضي حاجة بمعرفتك. اسكت انت. يا خبتك يا خبتك. بذمتك خدت ثانوية عامة؟ اصبر يا واد انت اسكت. بس يا معلم. هو انا اتكلم. الو؟ كباريس صرصار المراهق؟ مدام نونا من فضلك. نونا؟ اهلا نونا. ازيك يا نونا؟ يا بنتي طالما انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 شغلانه مهمه قوي. اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجلة ابتدي الجلسة بسرعة. جلسة ايه يا ست هاني؟ اكيد حضرتك غلطانة. انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امرك. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مره بابليون برابرت كان نازل يشتري معسل.
راح للراجل بتاع فبرجرهم برا برضه ما لقاش الراجل بتاع العسل. ام قالت له انت ما لقيتش. ام بابا يوم برا برا برضه لا. قالت له قالت له قالت له ما عسلتش ما جبتوش ليه. عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا هنا. خف شويه عليا خف شويه يا معلم. دي لسه مرحله تمهيديه. وبعدين بعد ابراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. ايه ده النصر؟ دي بتحضنه. خف عليا بقول لك بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. بيقول عليه السرياوسي بعد ذات السماك. هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. خطرش خشي تحسين. مات مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وسيبه العراجل. الله الله وسيبه العراجل. الله الله وسيبه العراجل. اشكرك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه ما تخافوش. حلاوتك انت. قول قول زي ما عجبك. قول قولك هجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. عايزين استاذ. ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي الاحتياط واجب. كان لازم اطمن ان اللي ما تسماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك. ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ن ها؟ تحسين. بقولي. لا. بش هناك. انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوق. ما خلاص هانت. انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخره يا معلم. اهدى يا زوبه. الموقف صعيب وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبه الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير بكسف اقول. ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رش تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده زوبه بلاش. احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. تاكس تاكس. استنى استنى وحدك. استنى خش انت روح خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك
مالك يا اسطى؟ هي الدنيا طارت؟ يا لهوي يا محسن. انت حاضر. يا لهوي امك ماما. بلاش دوشه بقى، قلبت دماغي عند كده. ما هي سرقت لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها. ده بعدك خلاص، والنبي ليكون شاربه من دمك النهارده. هات الشنطة من قدام وحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعمليه ده. ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. كاتك خيبه. بتحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقي، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز. فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى. واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى الطراوة كده ليه؟ انا حاسس بطراوة. ايه يا وليه انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ اهدى غسيل كويسي. لا كده اعطس بقى وكده احكاري. ايوه. باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونة. اه انت يا ولية انت ما صحش يا حيوان. خليك كده خلي يا ولية. هات الهدوم ولا حتى اضرب فيك العيد. ما خليك صح. يا خدتك يا لو دوم يا لو دوم يا حلو يا ولية. انت هاني بقول هاني بقول لك الهدوم انت مش هتخلف. طيب حتى اضرب فيك العيد ما خليك صح. ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي؟ عبد البوش انت الكرسي يروح. باي باي. جود باي. باي باي. انت ولا هدوم انت ولا انت يا ولية ما صحش يا ولية. هات الهدوم. يا ولية راحت فين؟ يا ولية هات الهدوم. يا ولية يا ولية ما صحش كده. حبرك يا ولية حبرك كده. سيب ال سيب سيب ال يا ولية هات ال بصلي يا ولد الشرطة اهو 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 اهو. يا نهار اسود. الشرطة اهو. يا ولية احتش على دمك وهات البتاع. بعيد هديك الشرطة. خليك كده على نارك. باي باي باي. انت يا استاذ انت يا استاذ ما حدش ينزل الحمام بهدومه الداخلية. اللي انت بتعمله ده عيب يا محترم. غفل عني والله يا محترم. طب اتفضل اتفضل اطلع بسرعة. ما اقدرش. وجودك في الحمام جرحة. واطلعي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. خلي الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعة.
قربني. اوعى حد. طب طلعوا الستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجه. المساله هتتكشف. اوعى ايدك. طلعوا الحريم. طلعوا الحريم. انا ماليش دعوه. طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه. تعال هنا. تعال. ايه الحكايه؟ هو مسجل معاكوا ليه؟ مش عايز يطلع ليه الراجل ده؟ قلع يا بيه. قلع. سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاسك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع، وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 بس. اتفضل يا استاذ. اتفضل اتفضل. وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده. مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست بالاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفني قدامه ويقعد يهزق فيا كانت لمسه؟ يخرب بيتك هم سابوك تاني؟ انت عايزه مني ايه يا اسرع؟ يا ماما يكون في علمك لو تحتين جراله اي حاجه انا هموت نفسي. اخت عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده. ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحتين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي. طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحتين. حقك عليا يا ست. انا غلطان. هات راسك ابص. اوعى شيل ايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع. اهدى. تجيب لي ميه سخنه؟ اعمل بيها ايه دي؟ احلق بيها دقني؟ هات لها ميه ساقعه. لمين؟ لحماد؟ تحت امرك. انا فضلك. يا فندم. شوف ماما تاخد ايه؟ ماما تاخد ايه يا احلى واظرف واضعص حما في الدنيا؟ اخد عمرك. هات لها. سامعه؟ تحديد. سامعه رقة ماما وظرفها وخفة دمها. بقول لك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع. فرخه محمره. بس مش من بتوع الجمعيه، انا عارفاهم. فرخه بلدي. من اللي امك مربياهم. هتلاقي مكرونه سباكيتي وفرخه بلدي من اللي امك مربياهم. نعم. وهتلاقي بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. احنا بقى جاب لنا اثنين شوربه فراخ من اللي امك مش مربياهم. وبعدين بقى؟ واثنين اسكالوب بانيه من اللي ابوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي. هقلب عارفه غم هنا بقى. تحت امرك. يلا. منوره يا حماد. مالكش داعي. السباكيتي والفراخ بتاعت امي. اعطاها فين؟ ايوه هنا يا ابن المفضوح. اتفضل. دي اللي امك مربياها؟ دي مراتك اللي مربياها. اكلك منين يا فرخ؟ اكلك منين؟ اتفضل شوف شغلك. اتفضل. اعوذ بالله. اجيب لك تحت بصل يا حمادي ولا تحبي بابا غنوج؟ اما افترض بس. استنى بس. تحكي حته يا بنت.
انا اللي عايز اعرف في حاجه برقص مع حماتك. يا ايه واحد برقص مع حماتك ممنوع ترقص مع حماتك؟ ايوه. هي فين دي حماتك اللي ترقص معاها؟ اعرفك بيها. هتعرفني بيها كمان؟ استاذ ويليام مدير الاوتيل حماتي. لا احنا صعايده بقى ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد تاخد كام؟ يا ولية الحقيقة يا ولية. مبسوطة سيفتي؟ معلش نشوف لنا اي لوكاندا تانية. مش ممكن. المرة دي جت سليمة وطردونا من لوكاندا. المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يخليلك بعقلك. اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح وساعتها حلاقي الف حلال. استريحتي؟ قوي. ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى انا مطمنة قوي ان مفيش حاجة هتحصل. تصبحي على خير يا حبيبتي. وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده؟ هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله، يلا. اهدى انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده في بيت ابوك؟ يا ست انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكل وتلاقيه حجيتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحمل يا حبيبي. انا هفرق. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما. لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما. تحتين روح هات تاكسي لماما. تاكسي. الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعه؟ معلش. تاكسي. اتفضلي يا ست هانم. فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزه ايه للوكاندا يا ست هانم؟ بقول تحب تطلعي لادي اللوكاندا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي. 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 حاسب يا اسطى. اتفضلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجه؟ يا اخوانا ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندكم دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ حد كلمهم؟ البواخة بتاعتي. ايه ده؟ هو مفيش جوز يعني؟ يلا يا خلاص يا دينا. يلا يلا بينا نشوف. يلا خلوا عندكم ذوق بقى. ايه يا شيخ بلا هم. ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عادي تهزروا جوه التاكسي. اخرج. ايه فوضى. تاكس. تاكس. لا ما هو ما تتكسفيش كده بقى عشان اتكسف انا كمان. دي حاجه جديده عليا. دي حكايه بسيطة خالص، عارفة؟ كل الحكاية إن إحنا بنتلخبط على بعض ونقوم مخلفين شوية عيال. طب لخبطني بسرعة والنبي. بسم الله الله أكبر، اللهم صل على النبي. بتعمل إيه؟ متنايل على عينك. حاسس ده مش غريب عليا يا بخير. مالك يا معلم؟ مش عارف. معلم. ده مين؟ ظريفة الحقوني. يا بابا انا بقى بعد الهنا اللي هنته لك راح تتجوز عليا ان ما فرجتك وعفرتك انت والواد تحسين ما بقاش انا بس هي. يا اخوانا قولوا كلام غير ده. يا اخي هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط. دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت البتاع. يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا. دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا.
طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتك كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت، قصدي بتاع ارواح، ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا، دي بسيطه، اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي، ام الله يرحمها. ايوه انا امي، امي كانت ملبشاها وكانت دايما ظريفه تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى؟ اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعده. بللم بللم بالبليلة. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت، عمك مدبولي بيناديك وبده يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وانسانية، هندور عليها بهمية. مهم استنى عليا شوية. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت، اكيد هتلاقوها، دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا اختي تتكلم تودي نفسك في داهية، زمانها بتاكل دلوقتي مفتقة يا عم شبركيت. يأذوبة ده يأذوكي بعدين. معك حق يا اخويا، الطلب موجود والارسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركيت؟ الوصول تبعتولها الاول دعوة من اللي عليه النية، وصدق عليها من الأنصلية، ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبراخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا، انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبراخيت ارجوك تحاول، واما من ناحية الاجر انا هكتر وعناول. وين 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 وين؟ ايوه طبعا احنا تحت امره. اديله زرابيا، اديله زرابيا، شوفوا له زرابيا، اديله زرابيا. دي ماشي طمي عطسي، وده عطسي طمي، والله عطسي طمي. مساء الخير يا جماعه. امي وحشاني، امك وحشاني، ودوني لامي. ازيك يا امك وحشاني؟ وانت كمان يا ليه يا اما السنين الواحد ليه؟ ده حال الدنيا يا ابني، محدش بيعمر فيها. وازاي الحال عندكم يا حفيظة؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمة يا ريت. اللي في الجنة شايفين اللعيم والراحة يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا أذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير، كنت عايزني في ايه؟ ظريفة يا اما، ظريفة مطهراني في عشق. وانا والنبي كمان انا عايزة اتجوز. دي مدوخانا كلنا يا اسطى حفيظه. الوليه دي مش ناويه تجيبها لبره، عدوك على اللي عاملاه عندنا. كمان عندكم قلب الدنيا موقعه الملائكه في بعض والشياطين في بعض، خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضيت تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل يا اما مش عارف اعيش، دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك، سيبوها لي انا، انا من زمان معروفه منها. علي النعمه طول عمرك ست مجدع، وما حد هيجيب دجها غيرك. والله عال بتعملوا اجتماعات سريه من ورايا؟ انت جيتي يا ظريفه؟ يا نهارك اسود، اللي جابك هنا يا وليه؟ بتعدي صوتك على اقدم منك، مش عامله حساب للاقدميه يا قبيحه قله الادب. يا ناس يا بره، ده دول ما هو مش عايزين يناسبكم، هو بالعكس هيتجوزها غصب عني. مين ده؟ بس اياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. من عندكم مبهدلنا الدنيا هنا يا بنت. السيب يا بنت العنوان، شارع الشرفة نمرة 4، الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. يا بنت لا ما تخافوش عليا، انا ماسكاها من زمارة رقبتها. ايه
فعلا. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم، ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. اتفضلي قدامي. لا ليديز فيرست، يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضلي. اوعي سيبي. ظريفة. اصل العربيه اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق، فسبتهم وهربت وجيت لك. وجايان انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف، روح لهم تاني. اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروح دلوقتي ملوش لازمه يا خمس. وانا مال انا است ظريفه؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحدانيه، انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمة؟ لا لمة ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسددك، اطبخ لك، اغسل لك هدومك المقلية حبيبي. ها؟ ايوه. ده انت كده منفسة خالص. منفسة في عينك. ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا ههنيك، هبسطك، هخلف لك عفريت صغنونة قد كده اهو، تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفة هانم، ظريفة هانم، ظريفة هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. ايه؟ بص ايه، ما هتروح في الهوا. النهارده الجمعه، انا بقى في يوم الجمعه. مش هتفتح؟ لا انا مروحه. مع السلامه. الى ربنا يخليك البني ادم لحضرتك. ايه ده؟ طيب كده تهرب مني يا روحي. ست اعملي معروف. ايه؟ اعملي معروف ابوس ايدك، ابعد عني. بوس. انا ما رضيتش اتجوز بني ادمه، اتجوز عفريته. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي. انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد اما اقول تعالي وقعتيني. يا ده قوتك سبح ترواح. انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيب الجدع في حاله. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مرة واحدة في اخرتك. طب سيب قدام. هتجوزه بس مرة واحدة قدامي. يا ستي سيبيه يخرب بيت سنينك. مزرجنا معايا ليه يا حاجة؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ واحنا قدرنا نعمل حاجة وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخرة. ينصر دينك يا شيخة. يلا نشوفك يا حبيبتي. بص يا حاج، وشك اليوم قوي حبيبي.